حذر إعلامي مصري الناخبين المصريين من العزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تسليما بأنها محسومة النتائج، مؤكدا أن عبد الفتاح السيسي يواجه في هذه الانتخابات 10 منافسين. وأشار معتز بالله عبد الفتاح إلى أن هؤلاء المنافسين هم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والإخوان وتنظيمهم الدولي وإيران والصهاينة وأمريكا والغرب ومن يريدون نزع سيادة مصر على سيناء وتنظيم الدولة ومن يريدون بيع مصر باسم الثورة والحقوق والحريات والبيروقراطية والإهمال والفساد على حد قوله. فلنشاهد ايه التحديات اللي بتواجهنا واللي في الاخر هتترجم انهم ممكن ينتصروا علينا. اولا عند حضرتك واحد اسمه أردوغان، صحيح هو مش مرشح على التيكت، انما يوم ما ده يلاقي نسبه المشاركه ضعيفه جدا ده يقول لك انتصرت تركيا وانتصر المشروع الاخواني التركي لاستعاده الخلافه على حساب ارض مصر وبلدها. مين تاني ممكن يكون معانا في هذه الانتخابات؟ تميم قطر ومؤامراته الدنيئه لاسقاط مصر وفرحه بقى الجزيره واكسسواراتها الاعلاميه الثانيه عشان تطلعك الشعب المصري مش راضي والشعب المصري خانع والشعب المصري كسول والشعب المصري متكاسل والى اخره. بديل رقم 3 عندك الاخوان وتنظيمهم الدولي بخططه واجاذيبه ومؤامراته القذره اللي في النهايه بتصب في خانه واحده الا وهي مرسي راجع، السيسي خائن، الانقلاب يترنح، الشعب المصري شعب ما يعرفش يختار بين البدائل.